جالسين في واحد البحيره وهاد القط هذا كانوا جالسين حدانا واحد الاتراك شوفوا ناضوا شو كيخلاو البلاصه. ومن بعد يجي الواحد يقول لك الالمان عنصريين، كيفاش هذا ما تكونش مع عنصري؟ فهاد تصور انت جالس في بلادك داير لك البحيره مطمطنه بالبارك بلاص بكلش، وتجي نتايا يعني هذاك الزبل هذاك تقدر تجمعه وتديه معاك، ولكن لا. وفي الاخر تيجي بنادم تيقول لك لا الالمان عنصريين وكذا، انا مع الاخوه يكونوا معنا عنصريين هاك تتفرج وشو بلاص لي ظالمو النقا، يعني الانسان تيدي زبلو معاه. شوف انت يا والله هذه مخلوق صايب.